أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات حملة توعوية تهدف إلى توعية المستهلكين من المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين بضرورة مراجعة عقود الخدمة المبرمة بين المستهلكين ومزودي الخدمات، لا سيما في حال شراء الأجهزة الإلكترونية كالهواتف الذكية وغيرها. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد أمجد معاوية النيل، رئيس قسم حماية المستهلك بهيئة تنظيم الاتصالات. السيد أمجد، بعد التحية، ما هي أبرز أهداف هذه الحملة التوعوية وما هو دور المستهلك؟ ما الذي يجب التركيز عليه عند قراءة عقود مزودي خدمات الاتصالات؟ طبعا تسعى هيئة تنظيم الاتصالات لحماية المستهلك وتوعيته بحقوقه كمستهلك في قطاع الاتصالات في مملكة البحرين، وتبين من خلال الشكاوى التي استلمتها الهيئة خلال الفترة الأخيرة بوجود عدد كبير من المستهلكين على عدم دراية بالأحكام والشروط المذكورة في عقد الخدمة المبروم بينهم وبين مزود خدمات الاتصالات الخاص بهم. فتحث هذه الحملة المستهلكين على ضرورة قراءة عقود الخدمات حتى يتمكنوا من أخذ قرارات سليمة في اختيار خدمات الاتصالات التي تلبي احتياجاتهم الفردية. نعم، وما هو دور هيئة تنظيم الاتصالات تجاه المستهلكين إلى جانب توعية المستهلكين بهذا الأمر؟ طبعا وضعت الهيئة عدد من الأدوات القانونية التي تساهم في حماية المستهلك، وتعمل حاليا على إصدار لائحة تنظيمية لحماية المستهلك وستتضمن قسم كامل للشروط وأحكام العقود. في حال وجود أي شكوى ضد مزود الاتصالات الخاص بالمستهلك، يمكن للمستهلكين التواصل مع هيئة تنظيم الاتصالات بعد استنفاذ كافة إجراءات التعامل مع شكاوى عند مزود الخدمة. ووفرت الهيئة عدد من القنوات لتقديم الشكاوى، وأبرزها مركز الاتصال التابع لنا على هاتف 811-88 أو من خلال بوابة المستهلك المتوفرة على موقع إلكتروني للهيئة أو البريد الإلكتروني الخاص لاستقبال الشكاوى اللي هو consumer@tra.org.bh. نعم، السيد أمجد معاوية النيل، رئيس قسم حماية المستهلك بهيئة تنظيم الاتصالات، شكرا جزيلا لك.